كمال بيه مشعل بنفسه عندنا هنا. أبو عزيز يا باشا. قوم عطيه اعمل لي فنجان قهوة لكمال بيه. يلا يا بت. مظبوط. ما تحطش في بالك يا كمال بيه. مش مهم. دلوقتي أنا كنت جاي لك في موضوع مهم ما كانش ينفع أقوله لك في التليفون. أمر. اسمعني كويس يا بابلو. أنت عارف إن يارا دخلت المستشفى كانت حامل. بس للأسف فقدت الجنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد الله كمال بيه. سيدي متشكرين. المهم لما فاقت الموضوع ده أثر فيها جامد أوي. خطفت واد من الحضانة وخرجت من المستشفى ومحدش عارف هي راحت فين. أنا بقى عايزك تجيبها لي. إيه؟ ما قلتليش حصل يعني؟ هتفهمني إنك أنت مش هتعرف تجيبها؟ لا دي سهلة. بس يا ريت تبعدني عن حوارات مازن دي. حوارات إيه وكلام فارغ إيه؟ يا باشا أنا كل مرة بتدخل عشانك وهو بيعاديني أكتر. أنت مش بتقولي ظبط معاه؟ مفيش تظبيط هيتم غير لما هو يطلب. يا سيدي مالكش دعوة بيا، أنا اللي بقول لك. على راسي يا باشا. بس عشان اتدخل المرة دي واشتري مني لازم هو اللي يقول. ما انت عارف كويس قوي انه مش هيكلمك. خلاص يا باشا يتصرف هو بقى وبشوقه. يتصرف يعني ايه؟ طب وسمعة المستشفى؟ وسمعتي انا اللي هتروح في رجلين. الكلام ده تقوله له هو مش ليا انا. يا كمال بنت عارفني كويس. انا لا بعند ولا بتأمر، انا بشوف المصلحة. واخر مرة لما رحت له الدنيا ولعت بينا بزيادة، وعشان تتطفى لازم هو اللي يطلب. وساعتها مدام يارا هتروح البيت بتاعه معززة مكرمة. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده. الواد ده لازم يرجع الحضانة الصبح قبل ما أهله يجوا، فاهم؟ شال شهام دي مسؤوليتي أنا بقى، بس هو يقول. غير كده يبقى أنا بشتري عداوته مش بخدمه. القهوة عطية. منور يا كمال بيه.